انا النهارده هعمل لكم سمك فيليه، جمبري، فراشه، بطر فلاي، ورز سمك. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. يلا بينا نبدا ونسمي بسم الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد هنعمل فيه رز سمك مع سمك بانيه فيليه مع جمبري وفراشه. جمبري الفراشه، جمبري الفراشة اللي عبين الناس كلها، بطل حلوة. أسهل طريقة وأفضل طريقة. أنا بدأت بالرز أول حاجة عشان على بال ما الرز يستوي أكون تبلت السمك وقليت، لأن الرز بياخد وقت شوية في استوى عشان بيستوي على نار هادية. دي بصلاية معايا حمرها أهي كويس، شوية زيت، تمام. معانا هنا طماطماية مبشورة مع معلقة صلصة وكوباية رز، كوباية رز كبيرة. كل واحد يعمل الكمية اللي هو عايزها. هستوي كله في البصلايه بقى يا جماعه. البصلايه لازم تتحمر كويس عشان دي بتدينا اللون والطعم بتاع الرز الصغير زي رز السمك، تمام. ممكن تحطوا فيه جمبري في المرحله دي، يعني لو عندكم جمبري متقشر وعايزين تحطوه في الرز يبقى رز بالجمبري، تنزلوا بالجمبري في الوقت ده دلوقتي بعد ما البصله تبقى باللون ده كده، تروحوا نازلين بالجمبري، تمام. بعد كده تنزلوا بالرز والميه. الجمبري اول ما ياخد لون تروحوا نازلين بالرز لو عايزين تعملوه بالجمبري. انا قلت لكم ايه المعلومه برضه عشان اللي عايزين يتعلموا الطبيخ، اللي بيخشوا المطبخ وعايزين يطبخوا، ننزل بكوبايه الرز عشان انا مش عامله كتير، انا عامله كميه صغيره. كل واحد يعمل الكميه اللي هو عايزها. السر كله بقى في البصلايه دي يا جماعه، رز السمك، رز السمك في البطاطاية دي. هتاكلوا أحلى شوية رز سمك. نحط شوية زيت عشان يطلع مفلفل، مش معنى اللي هو رز سمك يبقى معجن، لا يبقى مفلفل برضه. أسهل طريقة وأكثر طريقة. أنا عاملة المستوى ده مخصوص عشان الحلوين اللي عايزين يتعلموا الطبيخ، اللي بيحبوا المطبخ. عندي اصحابي كتير بيتصلوا بيا يسالوني ازاي نعمل الاكل، فقلت اعمل لهم قناه بقى، تمام. بعد ما الرز يسخن من المرحله دي نحط له ميه سخنه، لازم تبقى سخنه يا جماعه، سخن العصير عشان الرز يطلع مفلفل، تمام. بسم الله كده احنا شغالين اهو، ما تقلقوش اللون ده كله هيبقى حلو جدا. هتشوفوا لونه دلوقتي هيبقى حلو قوي، مجرد بس ما يغلي نقلبه بس كويس. وننزل طماطمايه، بص الطماطم لونها عامل ازاي، مش عجباني بصراحه عشان كده حطيت معلقه صلصه. هتاكلوا احلى شويه رز سمك. هنحط شويه ملح وشويه فلفل اسود وقالب ماجي وشويه كمون، ونسيبه بقى يستوي على نار هاديه. اول ما يغلي نوطي له النار ونسيبه يستوي على نار هاديه. ورجعت لكم عشان اطبل معاكم السمك الجمبري عشان ايه نقليه. نسمي بسم الله. اقطع السمك صوابع، انا عايزه اقطعه كده صوابع. معايا التتبيله هنا، هقول لكم التتبيله دي عباره عن ايه. التتبيله السحريه بتاعتي عباره عن ليمون وكمون فلفل اسود وهريسه شطه، تمام. وايه تاني، اللهم ذكرني، وليمونه كامله وشويه خل، تمام، وشوية كاري أو كركم سنة كده صغيرة. ونقطع الفليه بالمنظر ده زي ما انتوا شايفينه، صوابع كده، أنا عايزة صوابع كده حلوة. نتبل بقى ايه، وأنا منضفة الجمبري فتحاه اهو، فراشة جمبري فراشة اهو، نتبله. سمي كده بسم الله. نتبل الجمبري الأول، أنا طبق فاضي اهو نرص فيه، معلش سامحوني. والفيليه اهو كمان هنتبله. هتاكلوا احلى شويه سمك فيليه وشويه جمبري بتر فلاي. الجمبري الفراشه بيتباع بره باغلى الاسعار، واسالوا عليه معرفش على ايه، يعني كل الحكايه اللي هو مفتوح من الظهر مش قصة يعني. نضفناه وفتحناه عشان الكسر الرملي وظبطناه بقى زي الفل.
عادي اشتغلوا بايديكوا كده. انا غاسله ايدي ومعقماها كويس قبل ما اخش اول ما ادخل المطبخ، بعقم ايدي واغسلها بالليمون والخل عشان انا بحب اشتغل بايدي، بحبش البس جوانتي. تمام، اخر حته دي سمك الفيليه، وبعدين نكمل ايه، نكمل الجمبري ونروح على طول على البوتاجاز نقلي. ممكن تسيبوه شويه في التتبيله دي عادي مفيش مشكله، بس انا هقلي على طول بصراحه عشان كده بدات بالرز اول حاجه عشان يستوي بسرعه، عشان ده ما بياخدش وقت على طول. ده بصراحه يا جماعه لقيت شويه الباذنجان دول عندي في الثلاجه ما قدرتش اعملهم مع السمك بصراحه، يعني حبيت يعني اوريكم برده بيتعمل ازاي. انا مولعه عليه بقى 5 دقايق او 3 دقايق، اول ما يلون هطلعه. وعندي هريسه شطه وثوم وكمون وملح وفلفل اسود وليمون وكمون ماشي، وسنه ميه ونتبله. تمام، تاكلوا احلى شويه باذنجان. دلوقتي رجعنا عشان نقلي بقى السمك معاكم، معانا هنا شويه دقيق في الطبق تمام، عليهم شويه كمون وشويه ايه كاري او كركم اللي عندكم، نقلبهم بقى كويس كده. بسمي بسم الله، حط السمك اهو. انا حبيت بس اوريكم كده في الاول اعمل الكميه كلها وارجع لكم، والزيت على النار سخن اهو. اوريكم انا عامل ازاي، المنظر ده لو عندك وقت ممكن تحطوها شويه في الفريزر تبقى احلى واحلى. انا عشان بس ما عنديش وقت كنت اشيلها في طبق كده واحطها في الفريزر 10 دقايق ربع ساعه تبقى احلى واحلى. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. الزيت معايا سخن اهو، سمي بقى بسم الله وننزل اصلا. دلوقتي بنعمل معاكم الجمبري اهو، بصوا بالمنظر ده، لازم تفردوه كده في الدقيق كده تفقعوا عليه كده، ويجي بقى السيرف ميت فراشة، شكل فراشة بالمنظر ده. ممكن تدخلوه برضو الفريزر 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة كل ما يقعد يبقى احسن اهو. خلي بالكوا يا جماعة في ناس بتعمل الحاجات دي برضو بالبيض، يغطوه في البيض قبل الدقيق فعادي برضو، يعني ممكن تعملوا كده برضو عادي مفيش أي مشكلة. تربوا بيضة ملح وفلفل وكمون وإيه، وتعصوا فيها الأول الجمبري والسمك قبل ما تحطوهم في الدقيق. بص أنا بالمنظر ده بعملها بالمنظر ده، أفردها كده. التركية دي مهمة جدا، لازم نفردها في المنظر ده. في نفس الوقت السمك اهو بيستوي معانا، هيدورلكوا بصوا الرز استوى خلاص. خلي بالكوا السمك ده خداع، متخدعوش فيه. انا هقلبه دلوقتي اهو، خلي بالكوا بياخد وقت شوية في السوا. بصوا بالراحة كده وانتوا بتقلبوه، ثم الكريك عشان ده مستحملش اساسا. انتظروني بقى ارجع لكم وانا بقلب جمبري عشان الوقت، وقت الفيديو بس ما يطولش. انتظروني عشان ده بياخد وقت بصراحة شوية، هسيبه شوية حلوين يعني. بص اهو بالمنظر ده كده، وخلاص ملون معانا اهو. بصوا اللون ده، بصوا اهو، ده الجمبري الفرنسي البتر فلاي. طب انا هطلعه لما نجي المطبخ، استني بقى بسم الله كده. كده بقى لونه حلو قوي الذهبي، بصوا
اللون ده اللي انا عايزاه بالظبط، شايفين؟ بصوا هو اللون ده، هو كده استوى 100% وفي نفس الوقت طري مش بيسد. هتلومه من اللحم تلاقوه طري بيدوب مش بيسد. انتظروني بقى في الشكل النهائي. ورجعت لكم في الشكل النهائي. بصوا يا جماعة المنظر يجوع بصراحة، انا عن نفسي جوعت. سمك الفيليه مع الرز، فلفل وبتنجان مخلل. بصوا المنظر. اتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير. وانا عاملة المحتوى ده مخصوص عشان العرايس الحلوة اللي ما بتعرفش تعمل اكل. كان عندي اصحابي كتير بيسألوني ازاي يعملوا الاكل، ازاي يعملوا الوصفة. انا حبيت اعمل قناة واعمل حاجة لله لوجه الله. اتمنى ان انتوا تدعموني وتشجعوني عشان استمر. شكرا.